يلا خطه فيه ها ايوه خطه فيه نفس الخطه يلا 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 عشان نصع وصل المفتاح افتح افتح حتى المفتاح عزرا يفتح افتح 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 اول ما يفتح افتح 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 عون افتح الله يرضى عليك افتح طلعتها هاي عشان السجن ها افتح الباب عشان اعلمك من بعد افتح الباب عشان اعلمك من افتح يدك لا مدة ولا التحرش فكر فكر يا عيال والله يديك حمرت والله ابو غير قدام انقطع في صرخات في صرخات ما 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 انعلم انا جاك فيك انت ولا قربان انت سالكم طول المره قربان ايه حتى ما عارف يفتح الباب لا خلاص 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 اسمع كلكم طيب يلا كلهم ما عليك ابشر بس اسمع اسمع رعد تزعل فين رعد انا غيرك انا غيرك يعني انت ناوي على موتك انت تفتح ال 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 مفتاح هو مفتاح هذاك مفتاح اصلا كبش عضلات وقوه اقفله يا اخي انت رجل اقفله يا اخي اذا انت بيجي تجيني تعال اقفله اسمع رجولتي ما حد يقيمها تفهم ارشل ايه كبر ايه يرفع لومك اكبر من احد يقيمها ايه ونتفاهمنا معكم اذا طلعت برا افتح 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 عليك الباب الحين يا حبيبي هد ولد يا ولد يا ولد احمد وريك جيب لي الحديده يا شيخ فرها انا مستمتع جدا اوريك انت انا مستمتع ما لقى مفتاح اي رجال عيال دخل خرب شكله خرب عيال يا عيال حديده اي شيء حديده هلا عيونه عيال اكسره عيونه اسمع انت ادرك الف اكسره لا بصلي تكفى اكسر تقدر لا المسجد هناك يجي قوي ما شاء الله يا عيال حديده يا عيال والله فرحان انا تعرف كيف ينكسر تجيب اكبر في اكبر واحد في القصر جيب لي شيء يا رجل يا ضخم انت الموضوع ترى بالعدل لا 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 مو كذا مو كذا مو كذا اسمع والله ما يكسر كذا كوتش شغل مخك برا دورت بلوك اي شيء حديد اقطع حديد اي شيء دور هنا ما بتلقون اكيد اكيد يا عيال يا عيال دور عندك هنا شوف هو الفكره وين انك تضرب هنا تضرب هنا هنا هذه النقطه هذه نقطه ضعف الاسهم اي تسرق من الامان هذا اذا معك شيء وخر 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 كيف جيب لي حديده تعال 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 عندي حديده شوف اجيبها من حديده من حديده لا افهم كيف يا سويت يا شوي هذا انت حق دورات تدريبيه لو سمحت وخر خلنا نتفاهم معه عندك رباط صليبي انت اي والله اي والله ها وليد تدور حديده ورا منا راح لا 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 يطلعون لا يطلعون عيالي بيصلي يا رجال عيالي بيصلي والله تاخر نجرب دقيقه ما اذا ما بجيبوا حديده قطعه حديده شوفوا حديده جرب وخر 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 اساسا طيب يا رجال لو سمحت ما احتاج قوه ما احتاج قوه والله بعد تعال تعال لا مو كذا ابو مخلت هو يلا روح نبي نفك ذا على اي بس تعال تعال يلا مسكر مسكر عليك تعال نادهم يا عيال انا اخويا كان قبل شوي ها يا عيال تكفون